البنيه الله يحسن عونهم، البنيه ما رادينش لي معتبار، كيضربوا تماره والثمن ما ماشي مناسب. بالنسبه للمعيشه ديال البنيه اللي كيخرج يجول خصوص في هذا الوقت هذا، ما كنظنش ان بنادم غيبقى يجيب ديك الفلوس اللي مولف تيجيب. علاش؟ كانت المعيشه رخيصه كيوفر واحد شويه، مول دابا بنادم وحنا خمسه الناس دابا معاشرين كتجينا 6000 5000 في السيمانه. علاش؟ مع هاد الاغلى كتمشي للمعطيشه تلقاها 260، بطاطا 260، لا حطيت عليها 260، كلشي غالي. ديك الوقت مني كانت القضيه رخيصه، راه القميله كانت تطقامها ب 20 درهم 500 درهم تعشى منها وتغدى منها، مول دابا راه القميله ولات تطلع 100 درهم. وشنو الفلوس بقات فيها شي بركه؟ دابا كتجبد 100 درهم بحال جبدتي ما نعرف شنو، مشات الله يعاون. كتصرف تاخذ كيلو من هو كيلو ما كتعرف وين زادت. وهذاك راه ما شربناش حنا الدم ديالنا كيتحرق تماره، ضروري خاصنا نشربوها تاني. واش غديروا؟ واخا يغليو ما نعرف شنو غليو غنشريوهم، اي حاجه تغلى كناخذوها. البناي والله الا مقصح بالله، مقصح فوق القانون، ما عندوش اعتبار، ما هزينش لي واحد الاعتبار اللي كنقولوا حنا ما حاسينش به. محقور، كيشوفوا دوك الحوايج مسخين وكذا، محقور في اي حاجه محقور. واني راه شريف ديك التماره اللي كنضربوا حنايا، الله معانا اللهم لك الحمد. بني شحال غيشد؟ بني راه كان زميل دابا، وهذا المخير كيتخلص في كان زميل، هذا الصنايعي كاع 3000 ريال، والعيان وكذا راه هذيك 2400، 100 درهم 2200، ومريسكي على راسو تماره وتلا طاح من الفوق ولا شي لعبه ما كاينش اللي غيتسوق ليه. اخ نوش انا كنت تلاقيته اون فاس بحال ما كنا نقجو، لا تنقجو بالله على هادشي اللي كيدير. علاش؟ كاين اللي فيه النفس واللي ما فيهش النفس راه مشكله معاه. ولا هاد الكره اللي دازت هاد الايام هادي عباد الله كيبان لك الشوارع مضروبه، ويديروا هادشي هذا وينو يحبسوا هاد اخ النوش هذا اللي مخلي الاسعار هذه مانو مخصوص. راه هو اللي خاصو يزيد من عنده ويخلي بنادم ياكل عب خضره ب 60 ريال 160 ريال والتعاون مع الدراويش. راه كون يضرب البلار راه غيحس بالدرويش، لا اللي كاري واللي ما عندوش واللي عايش اللي برده خاصو يديه لك. راه كنديرو فيه مازال بنادم راه اللي عنده السكنه يحمد الله، واللي كاري وما كيصور والو، والكرا الماء والضو راه الله يصاوبو صافي. حنا البنيش كنقول لك راه كنطلبوا الاخ النوشي ينزل هادشي شويه، راه القضيه راه تقصح بنادم بزاف. كاين اللي كاري هذوك الكرايش غنقولوا فيهم، كاين اللي ما عنده لا سكنه ما عنده لا خدمه لا والو، راه الله يحسن العون كل واحد.